يزال أمامك الكثير من الوقت قبل انطلاق رحلتك، وهاتفك الذكي على وشك أن ينفد شحنه. حسناً، أنت محظوظ. الخبر السعيد أنك قادر على شحن هاتفك في قاعة الانتظار. لكن مهلاً، صورة السيلفي تلك على الإنستغرام أو ذلك البريد الإلكتروني المستعجل قد يكلفك الكثير. يقول خبراء شركة IBM إن أصحاب الجرائم الإلكترونية يستخدمون منافذ USB في المطارات ومحطات القطارات وغيرها من الأماكن العامة لسرقة بياناتك الشخصية من أجهزتك الإلكترونية. لن يجدوا صعوبة في تعديل منافذ USB عبر تحميل برمجيات خاصة تسرق البيانات الشخصية لمالك الهاتف، بما في ذلك البيانات المصرفية. قد تعتقد أن الأمر مبالغ فيه، لكن بات مجرمي الإنترنت أكثر نشاطاً، وهذه ليست مزحة. في سنة 2019 أصبح النقل والمواصلات الأولوية الثانية لمجرمي الإنترنت بعد المنظمات المالية المباشرة. هل يمكنك تخيل ذلك؟ قد تكون أجهزة الشحن USB مفيدة عند التنقل، وما كان تثبيتها في الأماكن العامة إلا لراحتهم، لكنها ليست آمنة بالضرورة. يقول كيليب بيرلو نائب رئيس إكس فورس لتهديد المعلومات في شركة IBM إن المسافرين أكثر الأشخاص عرضة للسرقة. في قديم الزمان كانت تهاجمهم القراصنة، لكن في وقتنا الحالي تحدث معظم حوادث السرقة على مستوى رقمي. الأمر أن الهواتف الذكية تتلقى البيانات عبر المنفذ نفسه للUSB الذي يشحن بطارياتها. في سنة 2016 تعلم طاقم مختبر كاسبيرسكي كيفية تحميل برامج خارجية وفيروسات على الهواتف الذكية باستعمال أسلاك USB. لن تستغرق العملية بأكملها سوى 3 دقائق. بطبيعة الحال استعمل زعيم الأمن الحاسوبي هذا الاكتشاف لتطوير ترياق، لكن هذا يعني أن معلوماتك لم تعد ملكك. عندما توصل كابل USB في منفذ يهدد سلامة هاتفك، فأنت توصل هاتفك الذكي أو لوحك الرقمي بمحرك أقراص خارجي سيطلق عملية دقيقة لنسخ بياناتك أو تحميل فيروس خبيث. سيحصلون على حق الدخول إلى جميع معلوماتك الشخصية في لمح البصر، بما في ذلك حسابك المصرفي والبريد الإلكتروني ورسائلك النصية وصورك وجهات الاتصال. تعرف هذه التقنية باسم اصطياد العصير أو جوس جاكينج. يستعملون طريقة أخرى لسرقة بياناتك وتسمى اصطياد الفيديو، التي تعتمد أيضاً على استعمال منفذ USB معدل يسجل جميع النشاطات على شاشة الهاتف الذكي في شكل فيديو، وتسمح للصوص برؤية ما تكتبه ونوع المعلومات التي تبحث عنها. وعادة قد لا يكلفون أنفسهم عناء عمل أي شيء للمنفذ في حد ذاته، ويتركون الكابل موصول في القابس ببساطة. يقول بارلو إن هؤلاء المجرمين لن يفككوا منفذ USB على مرأى من الجميع، لكن يمكنهم وضع كابل خاص هناك وانتظار الضحية في منازلهم أمام الحاسوب. قد يرى شخص ما الكابل والذي يتناسب مع جهازه الإلكتروني ويبدأ في شحنه، وهنا بالضبط تزحف البرامج الخبيثة إلى جهازه اللوحي أو هاتفه الذكي لتنسخ شيئا ما كان يفضل أن يبقيه سرا عن الجميع. يقارن بارلو استعمال أجهزة الشحن المتروكة في الأماكن العامة بعملية تنظيف الأسنان بفرشاة وجدتها ملقاة في الطريق، ليس لديك أدنى فكرة عمن استعملها قبلك ولماذا. هل هناك سبب وجيه يدفع مالكو الإصدارات الحديثة من الأندرويد والآيفون إلى القلق؟ ففي النهاية تسعى أفضل الأدمغة في العالم للحفاظ على أمن هذه الأجهزة. بعد أن علم مصنعو الهواتف الذكية عن اصطياد العصير، أضافوا تدابير أمنية إضافية إلى أجهزتهم الإلكترونية، وأصبحت اليوم أجهزة iOS وأندرويد تتطلب موافقتك عند رغبتك بالاتصال بأي جهاز خارجي. لكن إن كنت تقبل على الموافقة على كل شيء يقدمه لك هاتفك الذكي دون البحث في الأمر، فلن يفي ذلك بالغرض. هناك مخاطر أخرى أيضاً. إذا حصلت على جهاز أندرويد بنظام تشغيل قديم أو فيه وضع تنقيح USB غير مفعل على الهاتف، فلن يجدوا صعوبة في تمرير فيروس ما إليه. هناك وظيفة هامة في أحدث إصدارات أبل تسمى وضع تقييد المحتوى عبر USB، وهي آلية دفاعية مبتكرة تحظر تبادل البيانات أثناء الشحن عبر منفذ USB. تواجه نماذج أجهزة الأندرويد مخاطراً أعظم، على الرغم من أنها تحتوي على برنامجها الخاص الذي يحظر ولوج الأجهزة التي لم توافق عليها إلى بياناتك.
إن كنت تستعمل جهازاً بأحدث إصدار لنظام التشغيل فلن يشكل ذلك خطراً كبيراً من الناحية النظرية، ومع ذلك فإن كنت في حاجة لشحنه على وجه السرعة في مكان عام لا تستعمل منافذ USB العامة. لن تعرف أبداً ما المفاجآت التي يخبئها لنا أصحاب الجرائم الإلكترونية، لذا فالطريقة الوحيدة لضمان الحماية الفعالة من الاختراق تفادي استعمال أجهزة شحن USB في الأماكن العامة. ماذا يمكنك فعله إن نفد شحن هاتفك الذكي؟ حسناً، أحضر معك شاحناً عاماً ووصله بفيشة. لن يكون الأمر مناسباً جداً بما أنك لن تجد الكثير منها في المطارات، لكنها آمنة بالتأكيد. خيار آخر وهو شحن الشاحن المتنقل عبر منفذ USB ومن ثم شحن هاتفك الخلوي به. إن كان هذا غير كافياً فيمكنك شراء كابل USB خاص بك يسمح لك بشحن جهازك ولكن لا يسمح بتبادل البيانات الشخصية. يمكنك أيضاً أن تقتدي بالبيت الأبيض وتقتني جهاز جوال خاص وآمن بأقل من 30 دولار. يسمى هذا الأخير مدافع ضد تصيد العصير أو مدافع جاك جويس، وسيحميك من سرقة بياناتك وولوج البرامج الخبيثة إلى هاتفك أثناء الشحن. هناك أيضاً نوع مختلف تماماً من الخطر عندما يتعلق الأمر بشحن هاتفك الذكي بكابل USB. يمكن أن يحترق الجهاز جراء تضخم التيار الكهربائي. إنشاء منفذ في مكان عام بسيط للغاية، فهو عبارة عن قابس متصل مباشرة بالأسلاك. إن كان يواجه مشاكلاً بالداخل ومتصلاً بهاتفك في آن واحد فسيكون قادراً تماماً على تدميره. ومع ذلك فعلى الرغم من مخاطره العظيمة لا يهتم الكثير من الأشخاص بهذا الأمر حتى إن كانوا على دراية تامة بذلك. في أحد مؤتمرات علم التشفير RSA التي عقدت في سان فرانسيسكو التي تولي اهتماماً كبيراً بالأمن الحاسوبي، وضعت إحدى الشركات محطة شحن أمام مقرها وقدمت كابلات USB للمشاركين. فعلوا ذلك ليروا عدد الناس التي ستستعمل أجهزة الشحن العامة، وكانت النتيجة 80%، ولم يسأل أي أحد منهم عن التدابير الأمنية. ربما شعروا بالأمان لأنهم كانوا في مؤتمر عن الأمن الرقمي، لكنك أصبحت اليوم تعرف أنه يجب أن تكون يقظاً على الدوام. حدث أمر جنوني آخر في ديفكون، وهو مؤتمر للاختراق الحاسوبي. سقط العديد من خبراء الأمن الرقمي في هذا الفخ، إذ شحنوا أجهزتهم في محطة شحن مجانية، وفي النهاية فهموا الرسالة وتجنبوا من ذاك الحين فصاعداً توصيل أجهزتهم الشخصية بأي صناديق شحن مشبوهة، وخاصة في هذا المؤتمر بالذات. ماذا عنك؟ هل تشحن أجهزتك الإلكترونية باستعمال محطات شحن عامة بالUSB؟ هل فكرت من قبل ما إذا كانت غير آمنة؟ قبل أن تهرع لشحن الشاحن النقال، إليك المزيد من النصائح من أجل حماية هاتفك. حمل تطبيق تحكم متعدد المستويات لجميع فواتيرك على شبكة الإنترنت. عليك إنشاء كلمة سر متكونة من 12 رمزاً. لا يجب أن تكون اسم والدتك قبل الزواج أو الأرقام الأخيرة من جواز سفرك أو عيد ميلادك أو عنوانك. يمكن للأشرار العثور على كلمات السر هذه بسهولة. لا تستعمل اسم تسجيل دخول نفسه وكلمة السر نفسها لجميع حساباتك. غير كلمات السر كل 6 أشهر، ولا تنشر تفاصيل كل خطوة تأخذها على مواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسى أنك عندما تفعل ذلك تسهل الأمر على اللصوص الحقيقيين لتقفي أثرك وسرقة منزلك بينما تكون في رحلة عمل أو إجازة. الأمر أشبه بترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتسمح لهم بالدخول. في كل مرة تذهب فيها إلى المطار وتود مشاركة أصدقائك المكان الذي ستسافر إليه، فكر جيداً قبل فعل ذلك. ما الصورة التي ستعرضها؟ وهل يمكن أن تلحق ضرراً بأي شكل من الأشكال؟ لا تعرض أبداً بطاقة تصريح الصعود على متن طائرة على مواقع التواصل الاجتماعي. قد يبدو لك للوهلة الأولى أن المعلومات الوحيدة التي يمكن أن يراها الجميع اسم المسافر ورقم الحجز، لكن قد يتمكن شخص ما من الحصول على معلوماتك على موقع الويب لشركة الطيران، حيث يحتفظ ببيانات جواز سفرك وبريدك الإلكتروني ورقم برنامج المسافر الوفي. بفضل هذه المعلومات يمكنهم إلغاء تذكرة العودة وستدمر إجازتك بالكامل. قد تستعمل بياناتك الشخصية أيضاً في تقديم طلب مزيف للحصول على رصيد. إن كنت تعتقد أن إجازتك لن تكتمل بدون التقاط صور تقليدية لجواز سفرك مع بطاقة الصعود، فما عليك سوى حذف رقم التذكرة ورقم الحجز وأي بيانات عن رحلتك من تلك الصورة قبل نشرها.
تنطبق القاعدة نفسها على الرموز الشريطية التي يمكن أن يستعملها الأشرار للإيقاع بك. قاعدتي الذهبية: تخيل أن قرصان الويب تشارلي يراقب جميع تحركاتك وعلى أتم الاستعداد للانقضاض على أي معلومة تتركها وراءك مهما كانت تافهة. هدفك هنا اتركه جائعاً. مهلاً، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. وإليك المزيد من مقاطع فيديو الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار، ولا تنسى البقاء على الجانب المشرق من الحياة.